تواصل السلطات الحاكمة في البحرين حملة الاعتقالات في صفوف الشباب، فقد أفاد ناشطون اليوم السبت 22 من مارس قيام قوات النظام بالانتشار في منطقة المصلى ومداهمة البيوت بوحشية، فيما سجل اعتقال 3 شبان من المنطقة. وكانت مناطق مختلفة قد شهدت صباح اليوم رفع أعمدة الدخان تأكيدا على الاستمرار في خيار المقاومة وردا على قوات النظام التي نصبت نقاط التفتيش عند المداخل. يأتي ذلك في سياق الاستعداد اليوم لمراسيم ختام فاتحة الشهيد جواد الحاوي، والذي قتلته القوات الثلاثاء الماضي عن طريق الغازات السامة التي استخدمتها في مواجهة التظاهرات في منطقة سترة. وقد استدعت أجهزة النظام عائلة الشهيد الحاوي لإجبارها على إمضاء تعهد بعدم رفع هتافات الثورة أثناء المراسيم، مهددة بالهجوم على المشيعين في حال وطئ صور حاكم البحرين وإطلاق شعارات إسقاط النظام. مصادر إعلامية وحقوقية ذكرت بأن الحاج الحاوي هو الضحية 80 من شهداء الثورة الذين سقطوا جراء الاختناق بالغازات السامة. وقال مركز الشهيد في حسابه على تويتر بأن 35 من هذه الحالات هم دون سن 5 سنوات. من جهة أخرى نظم البحرانيون تظاهرات واسعة للتضامن مع الشيخ نمر النمر المخطوف من قبل النظام السعودي بسبب مساندته لثورة البحرين والقطيف، كما دارت مواجهات ميدانية بين المجموعات الثورية وقوات النظام دفاعا عن الأعراض وتنديدا باستمرار النظام في اعتقال النساء والاعتداء عليهن.